مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدين برنامج همسات مضيئة، وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت. معانا النهاردة نموذج ناجح جدا، شاب مصري فكر يخرج بره الصندوق وحب يعمل مشروعه الخاص بيه. الأول أحب أرحب بضيف حلقتنا اللي مشرفنا ومنورنا، أستاذ روماني رئيس مجلس إدارة شركة الروماني للبروجيكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذ روماني، أهلا بيك. مشرفنا. أستاذ روماني طبعا أول شركة في مصر متخصصة في البروجيكتور الهوم سينما. تمام. عايزين الأول نعرف إيه أهم استخدامات البروجيكتور عشان برضو نوضح للسادة المشاهدين إيه أهم استخدامات البروجيكتور. البروجيكتور ليه استخدامات عديدة. هو في الأصل كان تعليمي زي اللي بنشوفه في المدارس والجامعات، وبعد كده ظهرت استخدامات تانية زي الكافيهات أو الفنادق أو القاعات أو قاعات الأفراح أو كل القاعات باستخداماتها. مؤخرا بقى ظهر الحاجات اللي هي تكنولوجيا LED بتبقى للبيت هوم سينما، فبتبقى عمرها طويل. عايزين نوضح برضو الهوم سينما، يعني انا مثلا بوفر للولاد عندي مثلا سينما في البيت بدل ما انزلهم سينما وكده، ولا ازاي؟ دي فكرة جديدة يعني ممكن تغني عن الشاشة اصلا. جميل. وكمان بتبقى رفاهية اعلى وعمر اعلى. رفاهية اعلى ليه؟ لانه هي بتفرد مثلا من 32 بوصة لغاية 120 بوصة، وبعض الموديلات ممكن لغاية 300 بوصة، فطبعا جميل. بيبقى سينما في البيت. جميل. بتبقى 32 بوصة يعني على حسب المسافة. هو البروجيكتورز كلها بكل موديلاتها، كل لما بنقرب المسافة بين البروجيكتور والحيطة اللي هنعرض عليها أو الشاشة اللي هنعرض عليها بتقل الصورة، وكل لما بنبعد بتفرد الصورة. طب احنا برضو عايزين نوضح للسادة المشاهدين البروجيكتور بيشتغل على ايه؟ على موبايل مثلا ولا بيشتغل على ايه بالظبط؟ وانا جايب نموذج، يعني ده بروجيكتور ممكن بنشغله من الريسيفر مباشرة. جميل. بيتوصل الكابل بدون بقى شاشة او اي حاجة، احنا من الريسيفر على طول. بنوصل الريسيفر بالبروجيكتور على طول بدل جميل. الشاشة فيطلع صوت وصورة. هنا يعني ده السايز الصورة صغير. بقى عشان برضو انا مش فاهمة، وعايزين نوضح للسادة المشاهدين الصورة بتطلع بتبقى يعني على حيطة ولا ازاي برضو؟ هو البروجيكتور بيعرض على اي سطح ابيض، ويبقى الابيض مطفي مش ابيض لميع. تمام. ليه ابيض؟ لان هو الصوره بتطلع الوان. جميل. يعني نور ملون هو اللي بيكون الصوره. جميل. فلو على اي حاجه مش بيضة بتغمق الصوره شويه، او مش بتبقى الوان زاهيه. جميل. ابيض مطفي علشان ما يعملش انعكاس للضوء، فيبقى الصوره برضو الكواليتي بتاعها يقل. فالمفترض انه لو الحيطه بيضة بيعرض عليها مباشره، لو مش بيضة بيتعلق البانر الابيض او الشاشه البيضاء اللي هي بتبقى زي الستاره كده، او ممكن ندهن شاشه حيطه بيضاء ونستخدمها. تمام. يعني هتبقى اسهل كتير من الشاشات. طبعا زي ما حضرتك ما شايف الشاشات عمرها الافتراضي ما بتكملش سنه، وخصوصا لو في اطفال بتبقى عمرها الافتراضي اقل من سنه كمان، بتبوظ على طول وتصليحها بيبقى اغلى من ثمنها. فانا عايز اعرف يعني البروجيكتور بيغني عن شاشه التلفزيون في البيت لو اتوصل بالريسيفر، صح ولا انا فهمت غلط؟ تمام 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 تمام. هو برضو علشان يعني نكون بنوضح للناس اكتر بالظبط، يعني انه البروجيكتورز اللي هو قوه اضاءته عاليه هو ده اللي ينفع بديل للشاشه، واحسن من الشاشه بكتير، لانه تكنولوجيا ال LED في البروجيكتور عمر اطول بكتير، لانه بيبقى مينيمم 20,000 ساعه عمل لغايه مثلا 50,000 ساعه عمل. ده على مدار قد ايه؟ ما حسب بقى. يعني كل مثلا النهارده انا شغلته 10 ساعات، فبضيف بقى بكره 10 ساعات وهكذا لغايه لما يخلص العمر بتاعه. هو المتوسط يعني ممكن مثلا الاسره المصريه بتشغل التلفزيون او البروجيكتور مثلا 5 6 ساعات، من 5 ل6 ساعات مثلا، ما بيرجع من الشغل ويقعدوا قدام التي في شويه. يعني دلوقتي ده البروجيكتور بيغني عن شاشه التلفزيون. هو بيغني واحدث تكنولوجي وعمر اطول وسعر ارخص. جميل. واوبشنز كتيره، يعني مثلا ده ممكن نشغل من فلاشه، ممكن نشغل من كارت ميموري، ممكن عندي فيلم على فلاشه مثلا اشغله على البروجيكتور من على الموبايل، او ممكن كونكشن فون لو في واي فاي. جميل. فمن الموبايل اعرض اي حاجه من على الواي فاي على طول من خلال الموبايل. ايوه، يعني الاوبشن ده بيبقى مميز
غير ان هو رفاهيه عاليه في البيت كهوم سينما، برضه للميتنج روم للشركات ولل لاي اي مكان عاوز، او للتدريس للمدرسين لو مدرس عايز يغني بقى عن اللاب وعن السماعات وعن كل حاجه، فمن الموبايل على طول يعرض مثلا PDF اكسل اي تكست او فيديو او صور اي حاجه، جميل. فبيبقى انا شايفه اسرع. حجمه صغير، يعني احنا كنا بنشوف قبل كده البروجيكتور في الجامعات حجم كبير، الحجم الصغير مع الريسيفر برضو، الريسيفر الحديث دلوقتي حجمه صغير فبيوفر على الناس كتير، فيعني بجد الحجم بتاعه مناسب جدا. هو حجمه مثلا كام سنتي؟ ده تقريبا مثلا 20 سنتي، الدايمنشن بتاعه 20 سنتي. جميل ما شاء الله. هو عايزين نعرف برضو البروجيكتور الإضاءة بتاعته آمن على هو نظر الأطفال والكبار السن هقول ولا؟ لك دايت بس علشان الحتة اللي انت قلتيها، هو في الفكرة ان هو السايز صغير خالص، هو ده على فكرة يفرد مثلا لغاية 5 متر، والله ما ممكن شاء في الله. عز النور مثلا لغاية 2 متر، فاللي هو والشاشة وكل حاجة بتبقى واضحة، الشاشة واضحة جدا كأنه تي جدا في عادي، كأنه جدا شاشة تلفزيون عادية. جدا. جميل. هو سمارت انكلودد. انت كنت بتقولي للريسيفر يبقى صغير وكده، ده كمان في ذاكره داخليه، فممكن نسطب عليه ابلكيشن ريسيفر داخلي، واو، فلو في واي فاي يبقى ده كده اختراع وهمي. وكل القنوات يجيبها. جميل. سوري ان انا رجعت للسؤال الاولاني لا لا، بس ديت. هي حاجة كويسة قوي. يعني انا معايا دلوقتي في الجهاز الصغنون اللي هو 20 سنتي ده او 25 سنتي، ريسيفر وشاشة تلفزيون، انا ممكن اخده معايا في اي مكان، اتنقل بيه في اي ما مكان، هو ده بيفيد الناس كمان، انه في كهوم رايحة سينما الشاليه اولا بقى في كديكوريشن، كديكوريشن مصيف. هو ممكن يتحط مثلا على ترايبود على الارض او على ترابيزه، وممكن او الاشيك رف. انه بيتعلق في السقف، يبقى ليه حامل صغير كده بيتعلق في السقف والوصله بتاعته في السقف. واثبته بقى على المكان اللي انا عايزه اعرض فيه. طب انا مثلا لو مشغلاه في اوضه الليفنج عايزه انقله في الريسبشن، سهل ولا برضو هيبقى فيها صعوبه؟ طبعا لو انا بستخدمه على الترابيزه او ترايبود سهل جدا، لكن لو متعلق في السقف هضطر ان انا دقيقه كده افكه من الحامل وانقله في اي مكان تاني. او ما فيش اي مشكله خالص. لا سهل وبجد، يعني تكنولوجيا حديثه وسهله، هتسهل على الناس حاجات كتير قوي. يعني في جهاز صغير فيه الريسيفر وفيه شاشه تلفزيون والاضاءه بتاعته كويسه والشاشه كمان واضحه، فحاجه بجد هو يعني بروفيشنال. هو كمان كديكوريشن بيبقى، غير ان هو شيك ومش واخد مكان، بيوفر مكان الشاشه. يعني مثلا لو في والشاشه مساحات صغيره، مثلا اوضه صغيره او ريسبشن صغير او فبيوفر بقى التيبل بتاعت الشاشه والوصلات والكلام ده، اللي جميل، هو على الاقل بيوفر النص وشكله متر. مناسب عصري كمان، شكله حلو يعني مش اوفر مثلا او كده، لا شكله حلو. طيب هو امن على نظر الاطفال؟ عشان في اطفال بيفضلوا قاعدين قدام الكرتون مش بالساعات، بالايام تقريبا. يعني انا عندي النوعيه دي، بيقعدوا كتير 4 5 ساعات قدام التي في بيتفرجوا على الكرتون، فالامهات بيبقوا خايفين على نظر الاطفال، فالبروجيكتور امن على نظر الاطفال ولا في مشكله هو عشان نطمن الامهات برضو؟ البروجيكتور في ميزة عن الشاشات، انه الإضاءة بتطلع على الحيطة، فلما الطفل او اي حد حتى لو كبير بيتفرج بيبقى مفيش إضاءة طالعاله جاية في عينيه، فطبعا ده صحي جدا عن الشاشات يعني. جميل، ما و فيهوش اي خطورة. لا بالعكس، ده هو ده صحي عن الشاشة، لانه اوريدي النور جاي على الحيطة، يعني هو فلما حد البروجيكت هيتفرج على الشاشة مفيش اي أشعة او إضاءة جاية عليه، جميل، هو فهيلث شايف جدا. الصورة بس. بس هو البروجيكتور بيشتغل على في النور عادي تمام في في طبعا الإضاءة. البروجيكتورز موديلات كتير، فالموديلات الصغيره اللي هي فرنج 1000 جنيه ديت بيبقى لا لازم تطفي لها النور طبعا، لكن اللي هي من مثلا من 2000 ونص واحنا طالعين، دي اللي بتبقى لا في النور عادي وتمام وكويسه يعني. وحضرتك طبعا جايب لنا صور، فاحنا ممكن نشوفها ونوري الساده المشاهدين. اللون الاحمر في البروجيكتور ده حلو قوي، جميل وجديد. هو بيبقى نفس الموديلات، بيبقى في منها الوان ابيض اسود سيلفر ده كده يعني. الابيض تقريبا. نفس الامكانيات بقى في كل جهاز؟ لا مش نفس الامكانيات يعني، كل موديل بيبقى يعني في اوبشنز، في ممكن بروجيكتور عادي مش سمارت، في بروجيكتور سمارت اندرويد، ده في سمارت ذاكرة اللي داخلية. هو الاسود ده. لا ده عادي. طب بيشتغل بقى بريموت ولا بيبقى فيه زراير ولا ازاي؟ برضو عايزين نوضح للساده المشاهدين اكتر. كل الموديلات بيبقى لازم فيها ريموت طبعا، غير الكيبورد اللي هو على البروجيكتور نفسه. عشان برضو وانا قاعد في مكاني اقلب، وانت مسهل على الناس كل حاجه،
وهو فجميل. معظم الموديلات او ما كانش كلها بيبقى الريموت بانوراما اللي هو ورا الجهاز او قدام الجهاز او في اي اتجاه بيلقط يعني. جميل. طيب البروجيكتور بيكون استخدامه في المنزل بس ولا ينفع في النوادي وفي ألعاب البلاي ستيشن والقاعات الأفراح والحاجات الكبيرة دي، الجامعات، ينفع في الحاجات دي ولو في المنزل فقط؟ لا في كل الاستخدامات، بس طبعا البلاي ستيشن الولاد الحاجات اللي هي هيفرحوا التعليم بيه قوي. يعني عن خبرة يعني بيبقى مثلا البلاي ستيشن والهوم سينما مش بيبقى مشترط قوة إضاءة كبيرة قوي، لكن الجامعات أو المدارس أو بيبقى محتاج الموديلات اللي هو فيها قوة إضاءة عالية. عشان كمان الكلام اللي هيبقى مكتوب فيوضح اكتر. آه هو آه طبعا بيوصل بالكمبيوتر والموبايل، يعني ممكن مثلا الدكتور يشرح من على الموبايل بتاعه من خلال بروجيكتور. آه آه لا جميل، يعني حاجات ما هو تكنولوجيا كابل ال حديثة. اتش دي او الفيجا ده بيتوصل سواء ريسيفر او لاب او بلاي ستيشن او اي ديفايس او كاميرا، حتى اي ديفايس اتش دي او فيجا يعني. عايز اعرف بقى من حضرتك يا استاذ روماني، انت بدأت الفكرة دي جات لك امتى وبدأتها امتى برضو؟ تقريبا من 6 سنين ونص 7 مثلا كنت في الصين عادي ولقيت الفكرة ديت، وكانوا بي هي تقريبا برضه كانت جديدة عندهم، كانت نيو تكنولوجي عندهم يعني. لما عرفت بعد كده ان هم لما صنعوا البروجيكتور ال اي دي، البروجيكتورز الاولانية خالص كان اطلال. حاجة اسمها ال سي دي اللي هي بتبقى اللمبة زيبق قوة اضاءتها عالية وبتسحب كهرباء كبيرة، لكن كان فيها وحجمه مشكلة كبير. حجمه كبير، وكان فيها مشكلة كبيرة ان العمر قليل اللي هو فعلا. 3000 ساعة 5000 ساعة. فالتكنولوجيا الليد دي كانت عالجت اهم حاجة حتة العمر الكبير ده بس. فعجبتني الفكرة، هو هما بي مجال شغلك ايه اصلا؟ التكنولوجي الاستيراد عامة. لا يعني قبل ما تدخل في البروجيكتور كنت شغال ايه؟ احنا بس عايزين لا نحكي النموذج كارير الناجح مختلف خالص. للشباب، ان الشباب برضو نديهم دافع ان هو ممكن يغير الكارير بتاعه ويدخل في كارير تاني وينجح فيه ويبقى متميز تاني. فعايزين حضرتك تقول لنا. بصي انا يعني رأيي الشخصي ان هي ملهاش حاجة ستاندرد يعني، في حد في كاريره ناجح، في حد لقى كارير تاني فيبقى عنده الجرأة ان هو يغير الكارير بتاعه، فملهاش اسطمبة ثابتة يعني. جميل انا كنت في الاول شؤون قانونية. والله، ده بعيد كل البعد عن المجال بتاعك. بس ما شاء الله كويس. الفكرة جات لك بقى لما كنت في الصين وبدأت ان انت تطورها وتنزلها مصر كمان. شفتها الاول في بيعرضوها وكده، فكان الناس اللي بتعرضها يعني عاملين فكرة كويسة ان هما بيعرضوا في مول، فمفيش 10 دقايق لقوا كل الاطفال جم قعدوا يتفرجوا، كانوا مشغلين لهم كرتون فشايفين صورة في عز النور قوية والوان جميلة وريزوليوشن عالي. بس فيما يبقى بعد جميل في الكرتون وفي ماتشات الكورة، ماتشات ما الكورة هو هيبقى فظيع. عشان كده معظم الكافيهات او الاندية بيبقى بيعرض بالبروجيكتور افضل من الشاشة لانه بيديله صورة كبيرة قوي. هو المشاهد اصلا يبقى حاسس ان هو جوه الاستاد في ال 32 بوصة او ال 50 بوصة. بمناسبة جوه الاستاد، انت فعلا كنت بتقولي لي كل البروجيكتورز نفس الاوبشن، لا يعني مثلا ده 3D، فلو لبستي النظارة تحس ان انت جوه الاستاد بقى يعني. جميل. حلو قوي ما شاء الله. فعلا ال 3 دي كمان في الافلام الاكشن للاطفال، يعني هيتفاعلوا بقى يقعدوا يضربوا ويتحركوا مع بالنسبة الفيلم لهم حياة تانية يعني. طبعا اكيد. طب احنا معانا فيديوهات ممكن نشوفها على الشاشة. ده فيلم كرتون، هو ده الكرتون احنا ده نعتبر مشغلينه في النور، والنور ده قريب كان قوي. فيه إضاءة. بس ما شاء الله واضحة، واضحة جدا الصورة، واضحة قوي. الريزوليوشن في البروجيكتورز بتوصل لغاية الـ 4K، فكل موديل وحسب إمكانياته وسعره زي الموبايلات مثلا، كل ايوه. لما بيزيد كل ما كان الريزوليوشن والاوبشنز اعلى يعني. واكيد برضو البروجيكتور اللي بنستخدمه في البيت مش زي اللي بيبقى في النوادي والجامعات، مش يعني نفس الفيديو اللي احنا الامكانيات. شايفينه ده تقريبا عرض مترين، فما افتكرش فيه شاشة بس هتبقى هي بالسايز حاجة ده يعني. ممتعة قوي ان انا قاعدة بتفرج على يعني فيلم او ماتش كورة عرضه مترين. هو ده تقريبا كورة صح؟
هو نيو تكنولوجي يعني، حتى في اوبشن البلوتوث ان انت ممكن تبعتي سند اي فايلات للبروجيكتور فيعرضها دايركت، فخلاص بقى الوصلات والكمبيوتر واجيب اللاب واجيب السماعات، لا فبيسايز صغير لكن موفر حاجات كتير يعني. جميل. في اطفال بقى وبشوفهم بعيني كتير، الشاشه مثلا بتبقى موجوده شاشه التلفزيون العاديه، هو عاجبه الفيلم قوي فعايز يعبر عن حبه للفيلم، يحذف كوره يحذف اي حاجه في الشاشه ما تشتغلش تاني. فطبعا البروجيكتور بنتخطى المشكله دي خالص، وما بيأثر يعني حتى لو حذف حاجه على الحيطه لا ما فيش. احنا بنتخطاها وبنستبدلها برفاهيه كمان يعني. هقول لك على موقف، كان بنعمل ديمو في حضانه، فالاطفال راحوا يلعبوا مع يعني الصوره جايه على الحيطه، فراحوا يلعبوا مع الكرتون اللي جوه الشاشه على الحيطه يعني، بيتحركوا معاه وعايز يمسكوا الكلام ده. ده طبعا 3D لا لا ده كان عادي. كمان. جميل، حلو قوي. ما هي الاطفال هتتفاعل مع الموضوع ده اكتر. ما انا بقول لحضرتك، ما هم بيبقوا يعني فرحانين بالكرتون اللي معروض فبيفرحوا الشاشه معاهم، بيخبطوها هو تتكسر. طبعا في الاطفال بيبقى بالنسبه لهم رفاهيه اعلى وصحي، لكن طبعا علشان يحافظوا على الجهاز يفضل ان هو يبقى ثابت في وطبعا السقف او بالنسبه في اي مكان عالي عنهم يعني. بالنسبه لاي ام طبعا هيبقى بالنسبه لها افضل ان هي تجيب جهاز صغنون 25 سنتي، يغنيها عن ريسيفر، يغنيها عن شاشه تلفزيون، يكون امن على نظر اطفالها ويكون الجوده بتاعته كويسه وما بيبصش كتير زي شاشه التلفزيون اللي ما بتكملش 6 شهور. بالنسبه عندي انا ما بكملش 6 شهور، وتقريبا معظم الامهات نفس النظام. برضه الشاشات برضه حسب موديلها يعني، في والله وفي، لا يعني انا مش لكن هقول يعني كتكنولوجي بتبقى البروجيكتور اعلى الليد الماركات. اعلى في كل حال من الاحوال. لا حتى والله العظيم يا استاذ روماني، الشاشات اللي هي اعلى البراندات الماركات بتبقى بتبوظ برضو على طول، علشان يعني الاطفال ما بيتعاملوا مع الشاشات بطريقه فظيعه مش عايزه اقول لحضرتك. طيب انا كمستهلك ببقى عايزه يعني بيبقى عايز يعرف المستهلك بلد المنشأ المنتج، فبلد منشأ البروجيكتور ايه؟ شاينا هو كل طب والجودة الماتيريالز؟ الجودة طبعا حسب الموديل بتاعها، لكن توتالي عالية جدا يعني. حتى احنا هنا في مصر الدخول الحاجة اللي هي الرديئة اتلغى، ما كان يعني كان زمان ممكن اي حاجة كواليتي نص نص الدنيا تعدي، لا دلوقتي جميل. بيبقى في حاجة اسمها واردات وبتاع، وبيفحصوا الحاجة ان ما كانتش كويسة ما بتدخلش. ولو ما كانش كويس ما كنتوش هتستمروا 7 سنين. هو انا بشوف ما شاء الله على البيج الصفحه بتاعتكم، يعني دخلت امبارح قعدت اقلب برضو قلت اشوف البروجيكتور، برضو لقيت كل الناس بيشكروا في البروجيكتور، حتى اللي هم واخدين من 6 سنين و7 سنين بيشكروا وبيقولوا احنا مثلا بقالنا 7 سنين عندنا البروجيكتور وشغال كويس وبيشكروكوا يعني. الحمد لله. فدي حاجه كويسه جدا ان هو من 7 سنين ولسه شغال ولسه موجود والناس بتشكر فيه. هو انا عايز اوضح لك حاجه، انه ميد ان شاينا زمان غير دلوقتي يعني. ثقافتنا احنا في مصر انه صيني لا ده وحش، من في حين اول ما انه طلعت التليفونات الصيني اللي هي كانت بتبوظ، في حين انه فدي دلوقتي عالميا الصين بتبقى مدينة امريكا بمنتجاتها يعني. ايفون ما هو ميد ان شاينا، هو الفكره الكواليتي ايه. فحتى الموديلات دي كلها بتتباع في امازون في اوروبا، فهي اصلا مش بتتصنع في اوروبا يعني، بتتصنع في شاينا بس. عشان قطع الغيار تقريبا رخيصة شوية في الصين. هو التصنيع عامة يعني كويس في الصين، ارخص حاجة يعني، لكن اقصد اقول لك انه ميد ان شاينا حاليا بإكواليتي عالي جدا كويس، يعني، جميل. بالنسبة لأمريكا وأوروبا يعني، هما بياخدوا منهم الحاجات دي ايوه اعتماد طبعا كلي. الصين بقت منتشرة على مستوى العالم. فديت ما بقتش تقلق زي زمان. وغير كده احنا كمان بندي ضمان فعلي مع كل موديل يعني. تمام. طيب انا برضو كمستهلك خلاص انا اطمنت ان هو صيني والجودة بتاعته كويسة والماتيريالز كويسة وكل حاجة كويسة. ببقى خايف برضو عشان هو جديد عليا البروجيكتور، الجهاز نفسه جديد على البيوت المصرية، فببقى عايزة اعرف لو الجهاز مثلا باظ بيبقى فيه ضمان، فيه قطع غيار، فدي برضو مشكلة ممكن تقابل يعني السيدات البيوت او المستخدم. احنا دايما بنجيب مع كل كمية بنجيب من 5 ل 10% قطع غيار على العدد اللي احنا جايبينه ده، كويس. علشان من ناحية نأمن انه بعد اي سنة تبقى الدنيا احنا مأمنينها للعملاء. ويمكن علشان النقطة ديت تحديدا الحمد لله بقى يعني كل العملاء اللي ابتدوا معانا من زمان وعارفيننا هي ما زالوا بيتعاملوا معانا وبيشكروا فينا وكده يعني. كويس، جميل. الضمان بتاعه قد ايه؟ من سنة ل3 سنين حسب الموديل. كويس، يعني برضو بيبقى المستخدم مطمن
طول ما في مدة ضمان وفي قطع غيار ببقى مطمنة اكتر. تمام. حتى احنا كويس. بعد المدة ديت يعني مركز الصيانة بتاعنا برضو بيصلح أي حاجة حتى بعد مدة الضمان يعني، جميل. وبتحصل معانا كتير والناس يبقوا بيكتبوا لنا الشكر على البيدج وكده يعني. تمام. طب احنا معانا فيديو تاني عايزين نوريه برضو للسادة المشاهدين ونشوفه معاهم. نشوف. تمام. ما بيبقاش فينا يا جماعة. دي برضو في إضاءة يا أستاذ روماني، في إضاءة في الغرفة. دي إضاءة نيون عادي، ما فيهاش إضاءة شمس، لكن إضاءة نيون عادي كمان. بس واضحة وما شاء الله جميلة. دي كام بوصة بقى؟ هو البوصة 2.5 سم وده عرض 2 متر، يعني تقريبا هتبقى، أنا فقط حساب تقريبا، مش هحسب، تقريبا 85 بالتقريب يعني. 85 بوصة. آه حلو، كويس، جميل، ما شاء الله. الصورة واضحة. طب أنا في برضو حاجة عايزة أعرف، ده هتلاقي جودة الألوان عالية لأنه الريزوليوشن 1920 اللي هي المرحلة اللي قبل ال 2K وال 4K. أيوه ده يعتبر حاجة عالية. جميل. طيب الإضاءة، طبعا الإضاءة كانت يعني شغالة والصورة واضحة جدا. ما هو معمول، يعني المفروض البروجيكتور اللي هو بديل للشاشة انه انا بستعمله في البيت عندي ولادي حواليا والضيوفي معايا منور النور، فاللي هو لازم ابقى منور النور يعني. لو بجد او سوري يعني يبقى قوة الإضاءة في وسط النور مدية صورة حلوة. لا هو فعلا الجهاز اختراع فظيع بجد، يعني انا بحييك عليه يا استاذ روماني بجد. انا يعني انا على نفسي انا لازم هجرب البروجيكتور عندي في البيت، عشان انا ما فيش ولا شاشه بتعمر عندي 5 6 شهور على بعض، وهقول للجمهور برضو على رايي. ده انا بشكرك جدا على رايك وتشجيعك يعني. لا بجد والله، يعني ما شاء الله حضرتك نموذج ناجح جدا لشباب كتير ان هو يعمل زيك ويغير كارير عمله ويشوف حاجه جديده يعملها وينجح فيها. فانا بحييك بجد يا استاذ روماني، وشرفتنا وكانت حلقه جميله جدا. كان نفسي تبقى اكبر من كده بس للاسف وقت حلقتنا خلص ونورتنا وشرفتنا. ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني.